شكرا سيد الرئيس، سيدة الوزيرة المحترمان، السيدات والسادة المستشار والمحترمون. بعد سنتين من الانتظار والتكتم أفرجت الحكومة على النظام الأساسي للموظف في التعليم، وبدل أن يكون هذا النظام جزء من حلحلة المشكل أصبح هو نفسه صلب المشكل. نسألكم السيد الوزير عن حيثيات وتداعيات هذا الاحتقان. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، نسألكم عن مستجدات النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، ونسائلكم ما الذي جرى، نسائلكم لماذا هذا الاتفاق الاجتماعي مع النقابات التعليمية لم يصمد؟ واش القدر ديال الأستاذ في المغرب هو الاحتجاج؟ واش قدر الأسر المغربية هو هدر العشرات بل مئات الساعات التحصيل اليومي ديال التلاميذ ديالهم جراء الإضرابات المتتالية في هذا القطاع؟ نتمنوا القول الإجابة عندكم سيد الوزير. سيد الرئيس، نسائلكم السيد الوزير المحترم حول مستجدات النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية وعلاقته بإصلاح منظومة التربية والتكوين، وشكرا. تنمرة سيد الرئيس. سيد الوزير، المستجد في الدخول المدرسي لهذه السنة هو الاحتقان الاجتماعي الغير المسبوق الذي عرفته الساحة التعليمية، والذي أصبح يهدد بشكل جدي السلم الاجتماعي، وذلك بسبب عدم وصول الحوار الاجتماعي على مستوى قطاع التربية الوطنية إلى النتائج المرجوة. لذا نسائلكم سيد الوزير حول الإجراءات التي ستتخذونها لنزع فتيل هذا الاحتقان ولتصحيح مسار الحوار الاجتماعي وفق المنهجية المتفق عليها. الرئيس، سيد الوزير، نسائلكم حول عدم احترام المنهجية التشاركية من أجل إخراج النظام الأساسي والذي كان سببا أساسيا في تأجيج الأوضاع ديال النساء ورجال التعليم والاحتقان الغير مسبوق الذي تعرفه الساحة. عاش قطاع التربية الوطنية في السنوات الأخيرة نوعا من التوتر في علاقته مع هيئة التدريس، كانت بدايتها مشكل الأطر المتعاقدة وصولا إلى ما نعيشه اليوم من اضطراب وتوتر في العلاقة بين الأساتذة والوزارة، والذي مرده النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية الذي يحمل في طياته مجموعة من المستجدات، وبالتالي ما هي الإجراءات المتخذة لتجاوز هذه الوضعية تفاديا للآثار السلبية على التحصيل الدراسي لأبنائنا؟ شكرا. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، اليوم كاين إضراب وطني في قطاع التعليم والنسبة ديالو فاتت 95% حسب الأرقام اللي وصلتنا، وهذا الإضراب دعت ليه مجموعة من بعض النقابات من طبعة الحال منها الاتحاد الوطني للشغل المغرب وبعض التنسيقيات الوطنية. وهذا الإضراب الثاني كان الإضراب يوم 5 أكتوبر اللي كان عيد المدرسين، كان ممكن أننا نفرحوا مع هيئة التدريس، لكن مع كامل الأسف أعتقد سيد الوزير هذا النظام الأساسي الذي قد نعتبره نظاما لقيطا لأن الكل تبرأ منه تقريبا. نسائلكم السيد الوزير، اش غديروا باش ترفعوا الاحتقان وباش ولاد المغاربه يقراوا؟ نتمنوا لقوا اجابات شافيه من غير طبيعه الحال السيد الوزير داكشي اللي سمعناه في القناه الثانيه، لكن شي حاجه عمليه. شكرا. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، القرار ديالكم ديال احاله النظام الاساسي على المجلس الحكومي وذلك بدون اتفاق نهائي مع النقابات ادى الى حاله احتقان بين الاسره التعليميه، بالتالي كنسالكم السيد الوزير على الاجراءات والتدابير اللي غادي تقوموا بها لاعاده النظر ومراجعه هذا المرسوم بشكل يتجاوب مع المطالب الكامله للشغيله التعليميه. شكرا سيد الرئيس. السيد الرئيس المحترم، السيدات والساده المستشارات والمستشارون المحترمون، اسمحوا لي في البداية أن أتقدم إلى مجلسكم الموقر بخالص الشكر والتقدير على إتاحة هذه الفرصة للتفاعل مع مختلف الأسئلة بخصوص مستجدات ورهانات النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية في علاقاتها بتنفيذ خارطة الطريق لإصلاح المنظومة 2022-2026. يحظى إصلاح المنظومة التعليمية بعناية ملكية سامية بالنظر إلى أثره في تكوين الأجيال وترسيخ روح المواطنة والقيم الفضلة والرفع من قدرات المتعلمات والمتعلمين وتعزيز مهاراتهم ومواكبة التحديات التكنولوجية والمجتمعية الراهنة والمستقبلية. وبعد مسار طويل من النقاش والحوار تم تبني القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الذي يعتبر مرجعية شاملة تؤثر عملية الإصلاح، كما أن البرنامج الحكومي 2021-2026 يولي أهمية كبرى للتعليم باعتباره من بين الركائز الدولة الاجتماعية، وقد عملت الحكومة على تمكين القطاع
من موارد إضافية. ومن أجل التغلب على مسألة تنزيل الإصلاح، فقمنا بمشاورات دامت لمدة سنة، همت كل فاعلين وساهمت في وضع وفي إغناء خارطة الطريق الإصلاح. وتتوخى خارطة الطريق تحقيق 3 أهداف استراتيجية في أفق سنة 2026، تركز على تعلمات الأساس وتعزيز التفتح والمواطنة، وكذا تحقيق إلزامية التعليم من خلال أولاً مضاعفة نسبة التلميذات والتلاميذ السلك الابتدائي المتحكمين في التعلمات الأساس، ثانياً مضاعفة نسبة التلاميذ المستفيدين من الأنشطة المدرسية الموازية، ثالثاً تقليص الهدر المدرسي بنسبة الثلث من أجل إعطاء دفعة قوية للتعليم الإلزامي. ولبلوغ هذه الأهداف تتأسس خارطة الطريق حول 3 محاور استراتيجية للتدخل: محور التلميذ، وذلك بإرساء تعليم أولي ذي جودة ومعمم، وكذا مراجعة أساليب التدريس، بالإضافة إلى تتبع والمواكبة الفردية للتلميذات والتلاميذ لتجاوز صعوبات التعلم من خلال الرصد والمعالجة المبكرة للصعوبات لتفادي مراكمة التأخر في التعلمات الذي يتسبب في تفاقم التعثرات. وقد انطلقت هذه العمليات مسجلا نتائج إيجابية داخل الأقسام. المحور الثاني هو محور الأستاذ، والذي يهدف إلى جعل نساء ورجال التعليم ذوي تكوين جيد يحظون بالتقدير وملتزمين كليا بنجاح تلاميذهم. والمحور الثالث هو محور المؤسسة، عبر الرفع من الغلاف المالي المخصص للمؤسسة ومراجعة منهجية تهيئة مشروع المؤسسة المندمج، بالإضافة إلى تشجيع الأنشطة الموازية والرياضية. وقد تم تفعيل فعليا الشروع في تنفيذ هذا الالتزام. وبالعودة إلى محور الأستاذ الذي يعتبر فاعلا أساسيا لإنجاح ورش الإصلاح، عملت الوزارة أولا على إرساء تكوين أساسي يركز على الجانب التطبيقي والعملي، يمكن هيئة التدريس من اعتماد بيداغوجيا فعالة تولي عناية خاصة للتلميذ. وقد تم إرساء مسار تكويني يستقطب الطلبة المتفوقين للمدارس العليا للأساتذة، ويشترط تدريبا مقابل تعويض داخل المؤسسات التعليمية، وذلك لكي يصبح هذا المسار المدخل الأساسي لولوج المهنة. ثانيا توفير ظروف عمل ملائمة تستجيب لاحتياجات أطر التدريس وتعزز تأثيرهم الإيجابي على التلاميذ. لذلك شرعت الوزارة في تزويد المدرسين بمعدات بيداغوجية شاملة، مع توفير دلائل وإطار مرجعي للممارسة الجيدة، بالإضافة إلى الموارد الديداكتيكية، وكذا عتاد معلوماتي مع موارد رقمية. كما حرصت الوزارة على تجهيز عدد مهم من الأقسام لتوفير الظروف الملائمة لإلقاء الدروس، إضافة إلى الرفع من عدد الأساتذة الذين يتم توظيفهم، وذلك بهدف تقليص من الاقتضاض. ثم الاعتماد على خيار الأستاذ المتخصص كلما أمكن ذلك، علاوة على تعزيز تكوينات ذات صلة بتنزيل إصلاح. ثالثاً اعتماد بعد حوار دام لمدة 2 مع الشركاء الاجتماعيين نظام أساسي جديد وموحد لموظفي قطاع التربية الوطنية. من بين أهم المبادئ التي اعتمدها هذا النظام المنبثق عن قانون الوظيفة العمومية،
والذي استحضر خصوصية مهنة التربية والتعليم. أولاً المحافظة على مكتسبات نساء ورجال التعليم. ثانياً مراجعة المسار المهني للموظفي قطاع التربية الوطنية وجعله أكثر جاذبية. ثالثاً عدم اعتماد النظرة الفئوية التي كانت تهيمن على النظام السابق، واقتراح هندسة مغايرة من التوظيف إلى التقاعد وتشمل كافة الفئات المهنية التي صارت ثلاث هيئات بدل ستة هيئات. رابعاً تحسين دخل أطر هيئة التدريس في ارتباط مع تنزيل الإصلاح. وخامساً تقديم حلول لعدد من الملفات التدبيرية الخاصة التي ظلت عالقة لسنوات طويلة. وفي هذا الإطار جاء النظام الأساسي الجديد بعدد هام من المستجدات يمكن الإشارة إلى أبرزها. أولاً سريانه على جميع الموظفين الذين باتوا يستفيدون من نفس الحقوق والواجبات، كالحق في المشاركة في الحركة الانتقالية بنفس الشروط، ثم المشاركة في الامتحانات المهنية، وهو يعني الطي النهائي لملف ما كان يسمى أطر الأكاديميات الذين سيتوفرون على رقم التأجير وتؤدي أجورهم من الخزينة العامة على غرار باقي الموظفين. كما سيستفيدون من ترسيم بأثر رجعي ومن تم الترقية بأثر رجعي من خلال اعتماد مساطر مبسطة. هذا وستخصص الوزارة غلافاً مالياً خلال هذه سنة 2023 لتدبير هذا المسلسل. ثانياً تحسين جاذبية مهنة التدريس عبر إقرار مسار مهني يفتح المجال لأول مرة لثلثي نساء ورجال التعليم للترقية إلى الدرجة الممتازة. ثالثاً فتح المجال أمام كافة الأطر التربوية والإدارية للاستفادة من تحفيز سنوي مرتبط بحصول المؤسسة التعليمية على شارة الريادة. رابعاً إحداث هيئة للأساتذة الباحثين للتربية والتكوين بهدف تمكين المنظومة من الاستفادة من خبراتهم العلمية ذات صلة بالشأن التربوي. خامساً منح الموظفين المرتبين حالياً في الدرجة الثانية أي سلم العشرة الذين تم توظيفهم الأول في سلم التسعود بأقدمية اعتبارية. وهناك عدد من النقط اللي يمكن الوقت ما تسمحش باش ندخل في التفاصيل ديالها، منها مراجعة شروط ولوج مختلف مراكز التكوين التابعة للوزارة، رفع التعويضات التكميلية لبعض الفئات كما حددها اتفاق 14 يناير. سيد الرئيس المحترم، سيدات والسادة المستشارات والمستشارون المحترمون، منذ تعيين هذه الحكومة انطلقت جولات الحوار واستمرت النقاشات لمدة دامت زهاء سنة كاملة مع تنظيم أكثر من 20 لقاء حضرياً حضرته النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية قبل الوصول إلى اتفاق 14 يناير 2023 الذي وقعت عليه أربع نقابات بعد انسحاب نقابة واحدة لأسباب تخصها. وقد تم عرض محتوى هذا الاتفاق في حينه على الرأي العام وعلى كل مكونات المنظومة. ومباشرة بعد اتفاق 14 يناير أعطيت مهلة 3 أشهر حتى تتمكن كل مكونات المنظومة من التعبير
عن مقترحاتها المرتبطة بتنزيل مضامين الاتفاق تسالف الذكر، ليتم بعد ذلك استئناف جولات الحوار، إذ عقدت اللجنة المشتركة 30 اجتماع منذ شهر أبريل 2023. وبناء على ذلك فإن الوزارة لم تقم بصياغة المشروع النهائي للنظام الأساسي الجديد وتقديمه للشركاء الاجتماعيين إلا بعد تسجيل والاطلاع على كافة الملاحظات والاقتراحات الواردة من طرف النقابات فيما يخص تنزيل اتفاق 14 يناير 2023 الذي كان ويبقى الإطار المرجعي لهذه المرحلة من الحوار الاجتماعي القطاعي. وبطبيعة الحال لا يمكن أن تستجيب لكل المطالب وأن تحل كل الإشكالات من خلال هذا النظام الأساسي الجديد، لذلك فقد اعتبر اتفاق 14 يناير بأن الحوار يجب أن يظل مفتوحاً حتى ما بعد المصادقة على النظام الأساسي، وأن عدد من الملفات والإشكالات العالقة أو المرتبطة بسياقات تطبيق مستقضيات النظام الأساسي الجديد يمكن تدارسها ومناقشتها من أجل إيجاد الحلول المناسبة. وتلكم كانت أهم عناصر الإجابة حول الأسئلة التي تفضلتم مشكورين بطرحها، وشكرا. شكرا سيد الرئيس. يشرفني أن أتناول الكلمة اليوم باسم الفريق الحركي بمجلس المستشارين لمناقشة هذا الموضوع وهذا الملف الذي يكتسي أهمية خاصة ويشهد مجموعة من النقاشات لا داخل الصالونات السياسية ولا في المجتمع المدني. سيد الوزير المحترم، المنظومة التعليمية اليوم كتشهد واحد الاحتقان غير مسبوق في جميع أسلاكها، من التعليم الأولي حتى التعليم الجامعي، بعد إصدار هذا القانون وهذا الميثاق اللي جات به الحكومة ديالكم، وللأسف تنصلات منه العديد من الأطراف الموقعة إلى ما قلتش جميعا. اتفاق غاب عليه التوافق وغاب عليه الإجماع اللي كان في الإصلاحات اللي سبقات واللي جسداته الرؤية الاستراتيجية الملكية لإصلاح قطاع التعليم 2015-2030 واللي حطت الأسس ديالو نظام الإطار لإصلاح منظومة التكوين والتعليم والبحث العلمي. سيد الوزير المحترم، في عديد من المناسبات نهبهنا الحكومة ديالكم لمجموعة من الإشكاليات اللي كتواكب لوكبات النقاش والمعالجة ديال هذا الملف، من قبيل عدم الرجوع إلى البرلمان لا سيما الغرفة الثانية بالنظر لتنوع مكوناتها من نقابات، ممثلي الجماعات، ممثلي الجهات، ممثلي الغرف، تكتم السرية اللي طبعت الحوار الاجتماعي ديال واحد الفئة اللي ماشي فقط الناس كتهم، فقط أكثر من نصف ديال الشغيلة في القطاع العمومي، ولكن كتهم المجتمع بأكمله. سيد الوزير المحترم، غادي نفتح معكم واحد النقاش اللي غادي يمشي إلى ما وراء النقاط والفصول اللي جات في الميثاق، واحد النقاش عمومي باش نتسألوا، وهنا غادي نوضعوا القبعة السياسية جانبا ديالنا جانبا، وغادي نسألوا فيكم رجل الدولة اللي في واحد الوقيتة أشرف على وضع الخطوط العريضة للبرنامج التنموي، واللي ونسألكم على اش من مدرسة واش من منظومة تعليمية اللي بغينا لبلادنا، واش منظومة تعليمية اللي تعطي الكرامة للنساء ورجال التعليم، واحد المنظومة تعليمية اللي تعطينا واحد المدرسة اللي ولد الوزير ولد البرلماني ولد المياوم البسيط في المغرب الأقصى يقدروا يتعايشوا فيها ويدرسوا فيها، ولا واحد المنظومة اللي مليئة بالاحتقان والمشاكل والتشنجات. سيد الوزير المحترم، نظرا لضيق الوقت للاسف حنا في الفريق الحركي طلبنا واحد الاجتماع لجنه التعليم والثقافه، كنتمناو ان الصدر ديالكم يتسع باش تسمعوا الاقتراحات ديالنا باش نناقشوا الفصول اللي مازال فيها الاختلاف ونقدروا نلقاو لها حلول. كيف ما قلتوا، الهدف ديالنا اليوم ماشي هو المنافسه السياسيه ولا التشنجات، ولكن الهدف ديالنا هي ديك 8 المليون. شكرا سيد المستشار. اليوم نجنبوا هذا الوضع هذا اللي كتعيش فيه اليوم جميع المؤسسات المدرسيه واقفه ومازال التصعيد. شكرا سيد المستشار، انتهى الوقت. شكرا واعتذر. شكرا سيد، شكرا سيد المستشار. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، مهم ما اعلنتم عنه بخصوص بعض التفاصيل اللي جات في النظام الأساسي الجديد، لكن أعتقد على أنه كان حلقة مفقودة. الحديث اليوم هو أنه الفئة العريضة اللي كاينه في التعليم واللي هي
العمود الفقري ديال العمليه التعليميه في بلادنا ما استفدتش من هذا النظام الاساسي كيف ما كان متوقع اللي هي الاساتذه. واليوم سيد الوزير لا يخفى عليكم الواقع الاجتماعي ديال رجل التعليم. اليوم مع كامل الاسف رجل التعليم في بلادنا اصبح عرضه للتنمر. السياره المخرشه ديال المعلم، يعني المصروف الضعيف ديال المعلم، القهوه المعلمين كيجلسوا ثلاثه بيوم على قهوه، يعني شوف الحاله فين وصل فيها الاستاذ والنظره ديال الازدراء اللي ولا كيتعرض لها الاستاذ اليوم في المجتمع المغربي، وهذا شيء خطير وغير مقبول. وما يمكنناش نقبلوا انه المربي ديال اجيالنا المستقبليه يكون عرضه لهذا التنمر ويكون عرضه لهذا الوضع الاجتماعي المأساوي. وبالتالي اعتقد على انه كاين حلقه مفقوده. ما يمكنش اليوم الاستاذ ديال السلم 10 يتقاضى 5173 درهم في هذه الظروف ديال المعيشه، في هذه التكلفه ديال العيش اللي كنعيشوها كاملين كمغاربه اليوم. اعتقد على انه هذا الموضوع خصو جواب، وخصو جواب حقيقي. الاشكال الثاني اليوم فيما يجري هو المصداقيه ديال النقابات. الضرب ديال المنهجيه التشاركيه في اخراج النظام الاساسي والتفاصيل ديالو فيه ضرب ديال العمل النقابي سيد الوزير، وفيه مس بمصداقيه النقابات، وحنا شفنا النتيجه. راه مباشره من بعد المصادقه ديال الحكومه على المرسوم الخاص بالنظام الاساسي خرجوا التنسيقيات، وهذا الموضوع ديال التنسيقيات سيد الوزير والضغط اللي كتمارسوا في الشارع كيخلق احراج للحكومه وكيخلق احراج حتى للنقابات، لانه النقابات كشريك منين كتلقى انه كاينه امور اللي دارت خارج الاتفاق فراكم كتوضعوها في موقع احراج سيد الوزير، كتولي مضطره انها تساير هذا الضغط اللي حصل. الشيء اللي كيطرح يعني بشكل كبير على انه هذا الموضوع يجب تطويقه بالجديه اللازمه، بالواقعية اللازمة، وبالرجوع إلى تحصين استراتيجية تشاركية مع النقابات الأكثر تمثيلية. شكرا سيد الوزير. السيد الرئيس المحترم، تمعنا بإجاب في جوابكم السيد الوزير المحترم على المعطيات التي تفضلتم بتقديمها لنا في هذا الباب، منوهين بمجهود الحكومة المبذولة من إصلاحات كبرى عرفتها منظومة التربية والتعليم ببلادنا بما فيها النظام الأساسي الجديد المنظم لهيئة التربية والتعليم، والذي أتى بمجموعة من المستجدات من شأنها تحسين وضعية العاملين بالقطاع. هذا النظام الأساسي الذي يندرج في إطار تنفيذ أحكام القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين الداعية إلى تجديد مهن التدريس والتكوين والتدبير وملائمة الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف الفئات والالتزام المشترك لكل المتدخلين بهدف تحقيق الإصلاح التربوي على أساس مبدأ التلازم بين الحقوق والواجبات، وفي سياق تفعيل التوجهات الواردة في النموذج التنموي الجديد. نجدد التعبير في فريقنا عن اعتزازنا بمبادرتكم القيمة في فتح قنوات تشاور مع النقابات المركزية الأكثر تمثيلية والتي تمخض عنها اتفاق 30 شتنبر 2023 بشأن النظام الأساسي، خصوصا فيما يتعلق بالتعويضات والتدقيق في وضعية عدد من هذه الفئات. نهنئكم سيد الوزير على إعلان تنظيم منتدى مهني للمدارس بشراكة مع مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية، كما ندعوكم إلى استكمال وتنزيل كل الاستراتيجيات التي تعزز دور الأساتذة والعاملين في القطاع ومواكبتهم في مسارهم المهني من خلال تكوين الأساس والمستمر وتحسين ظروف الاشتغال لما يولي هذا القطاع من أهمية قصوى. لدى جلالة الملك محمد السادس نصره الله، أود في النهاية أن أبرز أمامكم بعض الإشكاليات، أبرزها إشكالية الحكامة على مستوى صياغة القرار التربوي مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا، وإشكالية الجودة الشاملة بكافة تجلياتها، ثم إشكالية تطوير وتحسين منظومة تدبير الموارد البشرية. وفريقنا على اليقين بأنكم ستكونون في مستوى تدبير هذه الإشكالية. وشكرا لكم سيد الوزير. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، إن تصوركم لورش إصلاح منظومة التعليم ينطلق من رصد التشخيص لتقرير النموذج التنموي الذي رصد جملة من المكتسبات التي راكمتها بلادنا على مستوى هذا القطاع، وكذا بعض النواقص والاختلالات التي تستدعي المراجعة
لذلك جاء هذا النظام استجابة آنية لأهم الإشكالات التي عانى منها قطاع التعليم والمتمثلة في الوضعية الاجتماعية لموظف القطاع. سيد الوزير، إننا في فريقنا نثمن عاليا خارطة الطريق الواضحة التي اعتمدتها الحكومة لإصلاح المنظومة التعليمية الوطنية، تنهل من خطب وتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ومن الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 في مجال التعليم والتكوين والبحث العلمي، ومؤطرة بقانون الإطار 51-17. سيد الوزير المحترم، إننا في فريق الأصالة المعاصرة نسجل وباعتزاز كبير الإصلاحات الكبرى التي شرعت فيها الحكومة الحالية في ملف التعليم، وعلى رأسها إقرار نظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم في إطار الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية التعليمية الأكثر تمثيلية، وهو ما تجسد بالأساس من خلال اتفاق 14 يناير 2023 الموقع تحت إشراف السيد رئيس الحكومة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية، والذي حدد المبادئ الكبرى المؤطرة لهذا النظام الجديد. وفي الختام نلتمس منكم السيد الوزير المحترم، أولا العمل على مواصلة الحوار مع نساء ورجال التعليم حتى تنجلي جميع الغيوم التي تطرح سوء فهم في وجه هذا الإصلاح الشمولي الكبير. ثانيا ندعوكم إلى السهر على حسن تنزيل المضمون المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية من خلال إقرار مبدأ تكافؤ الفرص بالجميع والاحتكام إلى مبدأي الإنصاف والكفاءة المهنية في ولوج مختلف المناصب والدرجات والترقية فيها. ثالثا نهيب بكم الحفاظ على فضيلة الحوار الاجتماعي القطاعي مع النقابة الأكثر تمثيلية بوزارتكم، وتشكيل لجنة مشتركة لتتبع تنزيل مقتضيات النظام الأساسي إعمالا لمبدأ التشارك والحوار الاجتماعي بما يضمن التفعيل الأمثل للتوجيهات الملكية السامية، وشكرا. شكرا السيد الرئيس. على كل حال أنصتنا بإمعان تدخل السيد الوزير، أنا كنت أتكلم بقلبي على اعتبار أنه فاعل ومشارك في الحوار. اليوم أوضح أننا لم نوقع على نظام أساسي، كان التوقيع على محضر 14 يناير لمبادئ المؤطرة للنظام الأساسي. وبالتالي خصنا نفهموا أن الحركة النقابية على رأس الاتحاد المغربي للشغل كانت تؤمن بفضيلة الحوار إلى نهار 20 شتنبير. فتم ضرب المنهجية الديمقراطية التشاركية، وتم انفراد السيد الوزير بتمرير هذا النظام الأساسي واداه المصادقة بدون الرجوع إلى النقابات المحاورة والإنصات إلى الملاحظات اللي وضعنا له كمذكرة تقديمية فيها مجموعة ديال الملاحظات على المستوى القانوني والمادي والفئوي. اليوم كنأكدوا أنه يعني رحنا مع الحوار مع فضيلة الحوار، ولكن اليوم خصنا نفهموا كنا بأن هذا المشروع النظام الأساسي راه مرفوض بتاتا من جميع المكونات بما فيهم الحركة النقابية، ترفض في كل المؤسسات التقريرية ديالنا، وترفض من جميع نساء ورجال التعليم، واليوم الساحة تغلي بإضرابات يعني خطيرة جدا، وبالتالي لابد اليوم أن نتكلم كلاما واضحا أين نسير بتعليمنا. وبالتالي كنطلب من السيد الوزير يفتح الآفاق للمستقبل، لأن كاين إشكالات حقيقية، وما يمكنش نسمحوا أن شي واحد يستبدل الحركة النقابية، لأن كانت تؤمن وكان حلمها الأساسي هو إخراج نظام أساسي موحد ومنصف لجميع الفئات. اليوم نساء رجال التعليم ما بقاوش كيتيقوا، وما بقاوش كيتيقوا حتى في الحركه النقابيه، وهذا الشيء راه كان مقصود. وبالتالي اليوم خصنا نتحملوا مسؤوليتنا، لانه اليوم ماذا وقع؟ تم الرمي بهذا المشروع الى الساحه والى واحد البيئه حاضنه للاحتجاج، وخرجناه من المؤسسات ديالو الحواريه المؤمنه بالحوار اللي كانت فعلا حاضرة، وكان الهم ديالها هو حلحلة كل المشاكل التعليمية وبناء نظام أساسي عادل ومنصف اللي غيعطي دفعة للنساء ورجال التعليم. اليوم النساء ورجال كيعانيوا من كل الأمور اللي هي مادية، وبالتالي لابد اليوم كنطالبوا بواحد الرفع من الأجور، لأنه السيد الوزير أنا غنقولها لك، التعويضات اللي درتو تكميلية صوبتوها بوحدكم،
الصياغه ديال النظام الاساسي لم ما صيغناش حنايا، تم تسريب هذا النظام الاساسي بدون الرجوع لنا. وغادي نذكرك نهار 20 شتنبر ملي كان الاشكال الحقيقي ديال الزلزال، غادي تمشي تشوف الناس ديال اللي كانوا في سميتو اللي كانوا في هذيك الحوز. حنا من نوع بروح وطني عاليه قلنا لك سير، ولكن اتفقتي معنا انه غادي يكون مذكره فيها مجموعه ديال الملاحظات اللي غادي ترجع لنا قبل ما توضع النظام الاساسي في الجريده الرسميه. وبالتالي اليوم ماسوف على هذا النظام الاساسي. الا بغيتينا السيد الرئيس السيد الوزير يدينا مدوده، ما بغيتيناش حنا مع النساء ورجال التعليم في الساحه. وشكرا. نسجل بكل أسف عدم وصول الحوار على مستوى قطاع التربية الوطنية إلى النتائج إيجابية، وخصوصا النظام الأساسي، وواقع الحال يثبت ذلك، حيث هناك إجماع على رفض مضامينه هذا النظام الأساسي عقدت عليه الشغيلة التعليمية الأمل لتحسين أوضاعها المادية والاجتماعية والمهنية، بما يحفزها لبذل مجهودات إضافية بالحس الوطني المعهود فيها. هذا الأمل الذي تبخر جاء كنتيجة مباشرة لخرق منهجية البناء المشترك من طرف وزارتكم، جاء كنتيجة مباشرة كذلك للواردة في اتفاق 14 يناير 2023 حيث أحلتم مشروع النظام الأساسي على مسطرة المصادقة بطريقة أحادية قبل استكمال النقاش والاتفاق النهائي على مضامينه والأخذ بعين الاعتبار الاتفاقات التي تمت في العديد من مواده. وعلى سبيل الذكر للحصر، التراجع عن المادتين 1 و 2 المتفق حولهما في إطار لجنة التقنية أو اللجنة العليا والتي تنص صراحة على كون النظام الأساسي موحدا وموحدا وداخل الوظيفة العمومية، ولم يتوقف تجاهل الاتفاقات هنا بل امتد التراجع عن حلول جذرية للعديد من الملفات كملف التوجيه والتخطيط والذي اتفق على تغيير إطارهم إسوة بزملائهم من الأفواج السابقة. وبالنسبة للمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين فقد تم الاتفاق على مقتضى انتقالي يدفع في اتجاه وضع السلم 6 و 8 في طول الانقراض على دفعتين. هذه نماذج من بين أخرى لخرق الاتفاقات التي تمت، مما أفرغ النص من مضمونه رغم وجود بعض المكتسبات الناتجة عن التفاوض الجاد وعن مسار نضالي ممتد للحركة النقابية لسنوات، وهو ما خيب آمال الحركة النقابية ومعها الشغيلة التعليمية، الأمر الذي ضيع فرصة بناء ثقة في المؤسسات وسبب في عودة الاحتقان لقطاع التعليم. السيد الوزير، إننا في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل نعتبر أن موضوع التعليم قضية هم التقدم والتنمية وهو السبيل لأي نهضة مأمولة، وأن الحاجة للإصلاح هي حاجة تاريخية تستلزم تغييرا جوهريا وهيكليا يجيب على الأعطاب البنيوية التي تتخبط فيها منظومة التربية والتكوين، وألا إصلاح ممكن بدون الانتباه والاهتمام بالأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم. لذلك فالمطلوب اليوم السيد الوزير العمل على مراجعة النظام الأساسي بشكل فوري حفاظا على الزمن المدرسي وبالتالي حفاظا على المصلحة الفضلى للتلاميذ. ونبغي نذكروك السيد الوزير أن الجدية ديال الحوار الاجتماعي والمصداقية ديالو مرتبطة بمدى المأسسة ديالو بالنتائج اللي كيخرج منها أو التي تنبثق عنه. وشكرا سيد الرئيس. السيد الوزير المحترم، لن نناقش اليوم المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية ومضامينه باعتباره يدخل ضمن مجال التنظيم، ولكن سنناقش الآثار المترتبة عنه والتي تدخل في صلب السياسة العمومية بقطاع التربية الوطنية. سيد الوزير، اليوم ومع بداية الدخول المدرسي تبين أن هناك توترا كبيرا بين أساتذة التعليم بالقطاع العام بمختلف أطيافهم من نقابية ودرجاتهم الإدارية، والذي يعرف نوعا من التصعيد بحيث يعرف قطاع التعليم إضرابا عاما وطنيا لمدة 3 أيام ابتداء من اليوم، يخوضه التنسيق الوطني للقطاع والذي يضم أزيد من 17 تنسيقية مصحوبا باعتصامات ووقفات احتجاجية بالمؤسسات التعليمية والمديريات الإقليمية، كما أن النقابات الأربعة الأكثر تمثيلية بالقطاع أعلنت مقاطعة الاجتماع الذي كان سيجمعها بكم اليوم سيد الوزير، وهو الشيء الذي سيشل لا محل الحركة بالقطاع وسيؤثر سلبا على السير العادي للدراسة بالقطاع العمومي، كما ستكون له نتائج وخيمة فيما بعد خاصة بالمستويات الإشهادية والتي أصبحت مهددة بعدم التحصيل الضروري الذي سيؤهلها لاجتياز الاختبارات النهائية المجدولة زمنيا، علما أن بعضها لم يتجاوز الدرس الأول من المقرر، دون أن ننسى الارتباك الذي يتسلل إلى بيوت أولياء أمور المتمدرسين خوفا على مستقبل أبنائهم. سيد الوزير، إن الوزارة تقوم بمجهودات متواصلة والدليل هو مبادرتها بوضع نظام أساسي لهذه الفئة المهمة من موظفي الإدارة العمومية، وأيضا معالجتها لمجموعة من الإشكاليات منها التي ساهم فيها البرلمان والتي كان آخرها حل مشكل المتعاقدين. وعليه السيد الوزير نؤكد على المسار التشاوري الذي تسلكه الوزارة من أجل بناء وتنزيل الإصلاح التربوي حفاظا على مستقبل أبنائنا.
مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف المادية والاجتماعية الصعبة لموظفي قطاعات التربية الوطنية والذي يشتغلون بتفان وبدون انقطاع رغم صعوبة الظروف وغياب الجو الملائم للقيام بواجبهم المهني في بعض الأحيان، وبالتالي فهم يستحقون التكريم بنظام أساسي يستجيب لتطلعاتهم. شكرا. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، أنا نقول لك أنا هذه السيمانة كنت الويكاند كنت في تاونات، تلقيت أساتذة أكدوا لي أنهم ما شافوش التلاميذ ديالهم، وهذا الاحتقاد سيد الوزير راه مشكل وحقيقة يهدد بسنة بيضاء. قلتي حليتي المشكل ديال التعاقد، أنا كنعتقد باقي هذا المشكل ما تحلش سيد الوزير مازال، لأن خصهم مناصب مالية و 140 ألف منصب مالي خصكم، أعتقد إلى حليتوه راه برافو عليكم. فيما يخص الحوار الاجتماعي، هضرت على الحوار الاجتماعي، حنا انا كممثل ديال الاتحاد الوطني الشمالي المغرب نحن لسنا معنيين. قصيتينا السيد الوزير بالرغم ان القانون في الوظيفه العموميه كيهضرش على التمثيليه، تحملوا مسؤوليتكم، هادشي في تطبيق القانون كما بغيتوا، في السلوك كما بغيتوا. الامر الثاني ان هذا النظام الاساسي رفضه الجميع، كلشي رفضه السيد الوزير، كلشي. اقصاء الثانوي التاهيلي نهائيا، توجيه التخطيط المساعد الاداري التقني الملحق للاداره الاقتصاد الملحق التربويين حاملي الماستر حاملي الدكتوراه متطرفين تربويين المديرين تهما مقلقين، رؤساء المصالح والاقسام اللي عندكم في وزاره تهما مقلقين، ودارو التنسيقيه مؤخرا، بمعنى كلشي مقلق. الحل السيد الوزير، انا نعطيك الحل، وهو ان هذا النظام الاساسي يجيبوا لنا المؤسسه التشريعيه. بغينا قانون اساسي، هذا القانون الاساسي على غرار الوظيفه الصحيه باش المؤسسه التشريعيه كتحمل المسؤوليه ديالها، لان هذا التعليم التعليم ديال المغاربه كاملين، والتعليم هو عندنا بعد واحد الضروري من الاولويات. صحيح عندك ميزانيات كبيره ولكن الاثر ديالها ما باينش السيد الوزير. ناهيك عن طبيعه الحال عاد الميز اللي وقع مع الموظفين، كاين زياده مباشره في الاجور لعدد الموظفين، ولكن رجال التعليم ما زدتوهمش. نعاود نقول لكم فينا 2500 درهم اللي وعدتوا بها المغاربه لرجال التعليم. زيدوهم 2500 جاتكم بزاف، كون زدتوا شي بركه 1000 1200 1500 2000 درهم. على اي حال رجال التعليم راه سبقوني الزملاء كيعانيوا، خاصهم زيادات مباشره في الاجور، وهذا مطلب عادي وطبيعي والى اخره. فيما يخص الحوار، نتمنى على انكم تعاودوا تبادروا وتعاودوا يعني اداره الحوار من جديد السيد الوزير على قاعده اشراك الجميع، لان الا ما شاركتوش الجميع اكيد ربما قد نصل الى بعض الامور التي لا يحمد عقباها. حنا بغينا التعليم، بغيناك تنجح، بغينا ولاد المغاربه يقراو، بغينا يكون التعليم حقيقي ومجاني، ومن التعليم الاولي الى الاساسي الى التاهيلي الى الجامعي. شكرا. الامم اللي اهتمت برجال التعليم حققت نتائج، نموذج ديال سنغافوره. السيد الرئيس، شكرا السيد الوزير على الاجوبه ديالكم، وبالتالي لابد أن نؤكد على أن مواقف الاتحاد العام الشغالي المغرب هي مواقف ثابتة، نؤكد من خلالها على أنه لا إصلاح للتعليم دون إصلاح وضعية الأستاذ، لا إصلاح للتعليم دون تلبية مطالب الشغيلة التعليمية، ولا إصلاح للتعليم دون إعادة النظر ومراجعة هذا المرسوم، وبالتالي حفظ كرامة الأستاذ. سيد الوزير، انطلاقا من اجتماع ديال الجامعة الحرة للتعليم بمجالسها الإقليمية والمحلية في 21 أكتوبر 2023، نؤكد في فريق اتحاد العام الشغالي المغرب ما يلي. سيد الوزير، نؤكد على أن الخطوة التي نسفت كل مسار الحوار والجهود هي إقدام وزارتكم على تمرير النظام الأساسي بصفة أحادية وتنكرها للمبادئ المؤطرة والاتفاق المرحلي دون الأخذ بالمقترحات التعديلية التي قدمها التنسيق النقابي في مذكرة مشتركة. والأدهى من ذلك سيد الوزير هو تصريحكم الغريب على أن النقابات قدمت ملفا واحدا هو الدرجة الاستثنائية. سيد الوزير، مع كامل الأسف تضمن هذا النظام الأساسي مقتضيات غير منصفة غير محفزة غير عادلة تمس بكرامة هيئة التدريس وبعض الأطر الإدارية والتربوية عبر إقصائها من حقها في التحفيز. عدم الرفع من التعويضات النظامية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والتأطير والإدارة المجمدة منذ أكثر من 20 سنة، بل وكذلك سيد الوزير الإجهاز على مكتسباتها عبر إقرار نظام للعقوبات بدون مرتكزات، بالإضافة إلى ذلك إثقال كاهل المدرس والمدرسة بمهام جديدة دون تعويضات تكملية
التشغيلية كما هو حال باقي الفئات. كذلك عدم التنصيص الواضح على مقتضى يقر بدمج الأساتذة والأطر الذين فرض عليهم التعاقد بالوظيفة العمومية، ويبقى مصطلح الإدماج والتوحيد أو الإدماج التوحيد بعيدا كل البعد عن الطابع الإجرائي. سيد الوزير، ختاما ندعوكم إلى حل فوري لكل الملفات العالقة والتي لا تقتصر على فئة واحدة مع مراجعة فورية لبعض مقتضيات النظام الأساسي، وشكرا. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير المحترم، النظام الأساسي المتعلق موظفي قطاع التربية الوطنية اللي كيتألف من 98 مادة ومن 20 صفحة طلعنا عليه، وكنقول لكم السيد الوزير كنستحضروا واحد الحوار ديال وزيرة التعليم ديال فنلندا في قناة الجزيرة، وسولوها شنو هو السبب ديال الازدهار ديال دولة فنلندا في ظرف وجيز. قالت لهم ثلاثة ديال الأسباب، السبب الأول هو التعليم، والسبب الثاني هو التعليم، والسبب الثالث هو التعليم. أتذكر جيدا حوار السيدة الوزيرة. الوضعية الاعتبارية ديال الأساتذة والمعلمين مثلا اليابان أو الدول السكندنافية كلكم كتعرفوها السيد الوزير. إذن هنا كان أولا كنشجعوكم على الأخذ بالقرار في هذا التغيير التنظيمي المتعدد الحلقات، يعني لا بريز دو ديسيزيون دو شونجمون اورغانيزاسيونيل ملتي بوكل. لكن السيد الوزير المحترم، واش خديتوا بعين الاعتبار السلبيات اللي الشارع الان كينادي بها؟ يعني اول نقطه كنلاحظوا التدمر في وسط النقابات والتنسيقيات اللي كتقول بان غياب المنهجيه التشاركيه، التدمر كذلك او النقاش الحاد وسط الاسره التعليميه اللي هي حاليا كتلجأ للاحتجاجات والهدر الزمني ديال التمدرس بسبب فرض مجموعة من العقوبات ممكن تصل إلى العزل أو الإعفاء. كتقول كذلك أنكم فرضتوا عليهم من خلال بعض المواد، فرضتوا عليهم أنهم يزيدوا مجموعة ديال المهام بدون مقابل. يعني من قبل كان واحد الغلاف الساعي أو عدد الساعات الأسبوعية في التدريس كان محدد، كانوا زادوا واحد ثلاثة السوايع تطوعية، أما الآن غير محدد. الشيء اللي غادي يخلق واحد الاختلاف كبير في القرارات اللي غادي تصدر من خلال الأكاديميات الجهوية، يعني هذه الأكاديمية غتحدد عدد الساعات مثلا في كذا، أكاديمية أخرى في كذا الساعات، وبالتالي غادي يكون واحد الشر كبير على مستوى الجهات. يعني نمشيو للنقطة ديال الصياغة أو الديباجة ديال هذا النظام الأساسي، أنا كنشم فيه الريحة أنه قريب لما هو معمول به في القطاع الخاص يعني المقاولات مما هو عليه خصو يكون في القطاع العام. فمثلا نتكلم عن المردودية، نتكلم عن المنتوج، نتكلم عن الموارد البشرية، هذه كلها مصطلحات كنوجدوها في السطاتي ديال الشركة، كنوجدوها في المانيير دي بروسيدير، ما كنوجدوهاش الموظف اللي هو خصو يكون عنده واحد منصب مالي قار عند الدولة. وبالتالي دابا حنا الان امام مستخدم وليس موظف. السيد الوزير المحترم، كنشوفوا بان الاحتقان يقدر يطول وغادي يسبب لنا واحد الهضر زمني، والضحيه والتلميذ والضحيه والتقدم ديال البلاد ديالنا، وشكرا. شكرا سيد الرئيس المحترم، السيدات والساده المستشارات والمستشارون المحترمون. انا استمعت لكل التعقيبات اللي جات وسجلتها كلها. بغيت نرجع لبعض النقاط اللي تنعتبرها أساسية. أولا، واش هذا النظام الأساسي جاب مستجدات؟ ممكن نقول لكم بأن كاين عداد ديال المستجدات اللي في احترام المكتسبات اللي هي كاينة الآن، واللي هي يمكننا نعتبروها لأول مرة تعطي ضمانات صريحة لفائدة جميع الموظفين بمختلف أصنافهم. تنفهم بأن يمكن لأن مازال واحد عدد ديال النصوص التطبيقية مازال ما وضعناهاش، كاين تخوف ديال بعض رجال ونساء التعليم الى متيقراو غير داك النص اللي هو نص قانوني
وبالالفاظ اللي هي قانونيه وتنفهم بان يمكن يكون بعض التخوف. نعطي بعض الامثله. لاول مره هذا النظام الاساسي جاب ضمانات صريحه لفائده جميع ما بين الضمانات اللي جابها عدم الزام الموظفين بمزاوله مهام لا تدخل في اختصاصه. هذا النظام الاساسي دقق شنو هي المهام اللي الاستاذ خصو يقوم بها واللي تيقوم بها الان راه تيقوم بها و تيعطي الامكانه باش يكون في واحد النص تطبيقي ندخلوا في التفاصيل. ولكن اللي بغيت ناكد وكلها كلها مهام اللي هي داخله في مصلحه التلميذ باش نواكبوا هذا التلميذ في التعلمات ديالو الاساس او التعلمات او ايضا الانشطه الموازيه. ولكن وهذا هنا فين البعض يمكن ما تيعطيوش الصوره الواضحه. حنا اعتبرنا بان هذا راه تنبقاو عدد السوايع ديال العمل تبقى نفس عدد السوايع، ما رفعناش من عدد السوايع ديال العمل. ولسا نطلبوا من الاستاذ هو باش يقوم بداك السوايع ديال العمل اللي هي محدده ويقوم بالمهام اللي هي عندها علاقه بتعليم هذا التلميذ. اكثر من هذا تنقولوا الا كان اكثر من هذا عدد السوايع ملي تيقوم بالعدد السوايع ديالو كاين ساعات اضافيه مؤدى عليها اللي يمكن لها تجي. كاين ايضا بعض الانشطه بحال تصحيح الامتحانات اللي مؤدي عليه اللي حتى هو تيجي ويمكن يحسن ايضا الدخل ديال الاستاذ. هذا النظام الاساسي ايضا تاكد بان هناك خصنا نخلي واحد الهامش من الحريه والابداع والابتكار في مزاوله المهام وتنص على بعض الحقوق. انا نعطي غير بعض منها لان صعيب ندخل في كل التفاصيل. حركه الانتقاليه ترجع حركه انتقاليه سنويه وحق الموظفين وهذا مكتوب في النظام الاساسي. ترسيخ الحق في الحصول على المعلومات والمعطيات وايضا الاستفاده من الموارد الديداكتيكيه والحقائب البيداغوجيه. تنقولوا هذا الاستاذ اللي خصنا نواكبوه باش يشتغل باش يكون عنده ظروف العمل باش يساهم في تطوير الكفاءه ديال هاد التلاميذ. خصنا نعطيوه الوسائل وخصنا نواكبوه في المهام ديالو. تنقولوا بان هذا الاستاذ خصنا نحميوه وهذا الاستاذ خصنا ايضا احترام ونحافظوا على الكرامه ديال الاستاذ لانه هو الفاعل الاساسي في هذه المنظومه. حنا كيف قلت حنا اشتغلنا على واحد انطلقنا واحد الاتفاق اللي قلت اللي كيف فسرت كانت نتيجه ديال واحد العمل ديال خمس نقابات واللي هذا الاتفاق تم وضعه 14 يناير. هاد النقط اللي كاينه في النظام الاساسي خذوا هاد الاتفاق ديال 14 يناير راه مكتوب راه مفتوح للعموم ممكن ناخذوا نقطه بنقطه. واش هاد النقاط ما كايناش بالحرف حرفيا في هذا الاتفاق؟ وكي قلت كان مفتوح لكل مكونات المجتمع والمنظومه باش تعبر على رايها لمده عده شهور. من طبيعه الحال
هناك ملفات إضافية، هناك ملفات أخرى، هناك في تدقيق واحد العدد ديال النقاط، يمكن كاين نقاط اللي هي تحتاج إلى تدقيق وتحتاج إلى ضمانات إضافية، والوزارة مستعدة باش تدخل التفاصيل وتعطي هاد الضمانات الإضافية باش ما يبقاش اللبس وما يبقاش يكون كل شيء، الحقوق الواجبة تكون واضحة باش كل واحد اللي خصو يقوم دوره يلعب دوره بلا ما واحد يتعدى على الآخر ولا بلا ما شي منظومة. وحنا عارفين كيفاش واحد العدد بعض الأحيان ديال رجال ونساء التعليم تطلبوا باش يكون نوع من الحماية ضد بعض التعاملات التعسفية. وكل ما وضحنا الحقوق والواجبات كل ما نقصنا من الضبابية ونقصنا من هذا الهامش اللي يمكن تتعطى للبعض. وهذا هو الاتجاه اللي فضلنا نمشيو فيه. كان يمكن نخليو داك الشيء راه تيديروا راه زعما كاين المهام تيقوموا بها وما كاينلاش ندقوها وما كاينلاش نكتبوها وما كاينلاش، ولكن حنا اعتبرنا في هذا العصر ديال اليوم راه ضروري يكون هاد الحقوق والواجبات واضحه، وهاد ونمشيو في اتجاه الدفاع على المصلحة الفضلة ديال التلميذ. وهذا ماشي كلام، لكن مثلا نقولوا بأن التلميذ خصو يكون في صلب المنظومة، راه في صلب المنظومة تيعني خصنا نشوفوا كيفاش هذا التلميذ تيستافد ولا ما تيستافدش من هذه المدرسة العمومية. وأنا ما كاينش علاش نرجع للنتائج والتقييم اللي تم من طرف لا على الصعيد الوطني ولا الدولي. ويمكن تكون عندي مناسبة في اللجنة نرجع ونعطيكم التفاصيل ديال التقييم اللي دار غير في بداية هذه السنة. حنا بدينا واحد الإصلاح، بدا دخل القسم تنشوفوا تحولات داخل الأقسام مع الأساتذة ومع اللي تيشتغلوا بتفاني وتيقوموا بواحد العمل اللي هو يمكن نغنوه به عليه. هذا الإصلاح ما جاء لا من فنلندا ولا من السويد ولا من، جاء من بعد واحد المشاورات وطنية قامت بها المنظومة، ما جبنا لا مكتب دراسات و100,000 ديال الناس يشاركوا، وعطى واحد العدد ديال النقاط واحد الأهداف اللي هي أساسية، وقلنا هذه الأهداف خصنا نركزوا عليها إلا بغينا ننجحوا باش ما نبقاوش حتى الوسائل اللي هي موجودة من تنفرقوها وتنوزعوها على عدد ديال الأهداف راهم تنوصلوا حتى لحاجة. قلنا خصنا نركزوا على بعض النقاط ونشتغلوا عليها بجدية ونحاولوا كل ما يمكن نردوا هذه المدرسة العمومية مدرسة ترجع الثقة فيها، نردوا لها الهيبة ديالها. راه هذا هو اللي منتظر منا، وهذا هو اللي حاولنا احنا نشتغلوا عليه مع الشركاء ونوهنا بالعمل اللي قاموا به، لان حقيقه عمليه ما كانتش سهله وكان اخذ ورد وواحد العدد ديال النقاط. يمكن ما لبيناش 100% ديال المطالب، ولكن هناك مكتسبات اللي هي كاينه في هذا النظام الاساسي، مكتسبات اللي هي مادية تتحسن الدخل، مكتسبات اللي هي تتفتح واحد الأفق واحد المشوار واحد المسار مهني اللي ما كانش مفتوح، مكتسبات اللي هي تتحفز اللي وصلنا ربطوها بواحد النتائج، مكتسبات اللي هي تتعطي لواحد الفئة كبيرة اللي كان ما يسمى بأطر الأكاديمية تفتح لهم مجال باش ينخرطوا في نفس النظام الأساسي بنفس الحقوق والواجبات. طبيعة الحال كنا نعتبروا بأن هادشي كله ماشي مهم، ولكن راه عنده هادو
هادو كان نتيجة ديال هاد العمايان ديال العمل، ونتيجة اللي هي منذ البداية احنا قلنا بأن حوار اللي قمنا به هو حوار قطاعي، وهذا الحوار القطاعي اللي هو موجه للمدرسة العمومية لا. هذا متمنعش بأن هناك انتظارات أخرى، متمنعش بأن هناك مطالب أخرى، البعض منها أفقي لأن تهم كل مكونات الوظيفة العمومية، وهذا في الحقيقة عنده إطار آخر ديال النقاش ديالو. وهناك أيضا يمكن لي نقول بأن واحد العدد الإجراءات اللي هي تخدت في هذا الاتجاه. إذن أنا غير اللي بغيت نأكد عليه هو بأن الإصلاح هو مسؤولية ديال الجميع، لأن هذه قضية مجتمعية تتهم جميع مكونات المجتمع، وكل شيء تطلب باش نحسنوا الجودة ديال التعلمات. بغيت نذكر بأن الغلاف المالي الإضافي اللي مخصص غير لتنزيل هذا النظام الأساسي 9 مليار ديال الدرهم في 4 سنوات، وخصنا نضيفوا لها 2 مليار ديال الدرهم سنويا، أي 2.5 مليار كاين سنويا لتنزيل هذا النظام الأساسي، خصنا نزيدوا لها 1.5 مليار ديال الترقية العادية ولتتبين المجهود اللي تيدار. وهنا لازم أيضا نوجه نداء بأن الحكومة في الوقت اللي هي تدير واحد المجهود راه طبيعة الحال يكون أيضا، وهذا تنشوف داخل هذه المنظومة كاين واحد العدد ديال رجال ونساء التعليم اللي هما متجندين، اللي هما تيشتغلوا عندهم الغيرة على هذه المهنة اللي هي مهنة نبيلة، وتيخدموا بلا ما يحسبوا ولا بلا ما يوضعوا شروط، لان تعتبروا بان المصلحه الفضلى ديال المتعلمات والمتعلمين هي فوق كل اعتبار. هاد انا غير بغيت نخدم باش نقول بعض الاسئله اللي باغي نطرحها انا. واش هاد النظام الاساسي جاب مزايا اضافيه، مكتسبات جديده اللي غادي يستفد منها المدرس؟ يمكن لي نقول لكم انا الجواب ديالي واضح، نعم. واش كافيه؟ واش ما كاينش نقط اللي مازال خصنا نحسنوا فيها؟ يمكن لي نقول لكم نعم، طبيعه الحال هذا مسار. احنا ما قلناش بان حلينا كل المشاكل، قلنا هذه مرحله، هناك مكتسبات نسجلوها ونحس بعد نطوروا التطبيق ديال كيفاش التنزيل، لان مازال واحد العدد ديال مازال 20 ديال القرارات، كاين واحد 5 ديال المراسيم اللي يمكن نحسنوا فيها التنزيل ديال هاد، وندقوا بعض الامور ونعطيو ضمانات اضافيه ونشتغلوا عليها. وهناك طبيعة الحال ملفات اللي مازال مفتوحه ويمكننا نشتغلوا عليها ونلقاو الحلول المناسبة فيما يخصها. واش كاين شي تراجع على شي مكتسبات؟ يمكن يقول لكم لا، وتنفي أنا بعد هذا الشيء، لا كاين شي تراجع على شي مكتسبات، وأنا مستعد ناخذ نقطة بنقطة انطلاقا من المرجعية ديال الاتفاق اللي كان في 14 يناير، ندرسوها إلى تسجلت في هذا سميتو. واش هذا المشروع ديال النظام الأساسي تخدم المدرسة العمومية وتخدم كيفاش نحسنوا الجودة ديالها وكيفاش نردوا رهان ديال الثقة
يمكن لي نقول لكم بان هذا هو اللي كان الهدف الوحيد وراء هذا العمل. ويمكن لي نقول لكم بان احنا الوزاره تعتبر في نفس الوقت خصنا ندافعوا على المصالح ديال الاساتذه وديال اسره التعليم، ولكن في نفس الوقت خصنا نبقاو تكون مراعاه ديال المصلحه الفضله ديال المتعلمات وديال المتعلمين. شكرا.